رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عملنا مع بعض نوع من انواع الاسماك الفرايد او المحمره مع شويه صوص كده، ممكن نشيل السبايسي لو مش عايزين، بس هي طعمها بالسبايسي حلو جدا جدا جدا، يا ريت تجربوه. تعالوا مع بعض نعمل نوع من انواع المكرونات الحلوه بالفراخ، ولكن هتبقى بالكاري. نوع فراخ بالمكرونه مع كاري بصوص حلو ولذيذ بجد، لو جربتوه هتعملوه على طول، وانا طبعا متعمد ان انا اعمله لكم عشان تستمتعوا بطعمه وبحلاوته. مقاديرنا بسيطه، نص كيلو من المكرونه الحلزوني مسلوقه، نص كيلو من المكرونه، وعندي كمان بصلتين متقطعين شرايح او جوليان، وعندي جزرتين متقطعين شرايح، وكمان ثلاث ثمرات فلفل الوان، وثلاث صدور فراخ، واربع معالق كاري باودر، ونص معلقه من البهارات، وكوبايه ونص من المرق، ومعلقتين زبده، ومعلقه دقيق، وكوبايه من الكريمه، وبقدونس عشان نقدمه على الوش. يلا بينا نشتغل على طول. اول حاجه هناخد الفراخ نشوحها لوحدها، وبعدين ناخد الخضروات نشوحها لوحدها. فهنعمل ايه؟ نحط هنا شويه زيت، ومش هحط الزبده دلوقتي عشان ما تتحرقش غير بعد ما تبل الفراخ. نحط شويه ملح عليها، وشويه فلفل عليها، وشويه من الكاري الباودر اهو، ونقلبهم مع بعض. يبقى احنا حاطين اهو زي ما انتم شايفين ملح فلفل وشويه كاري اهو، حلو كده. بعد ما حطينا كل الحاجات دي مع بعض، هنروح على الطاسه بتاعتنا ونحط حته زبده صغيره مع الزيت، يا دوب تسيح اهي او تدوب معانا، ما تتحرقش، ما نحرقهاش. تمام، هننزل عليها بالفراخ ونسيبها شويه. في نفس الوقت هنعمل في طاسه تانيه بقى بقيه الخليط بتاعنا، شويه زيت وشويه زبده، وننزل عليهم بسرعه بالخضروات بتاعتنا اللي هي بتاخد وقت في التسويه، زي البصل زي الجزر، دول ياخدوا وقت سنه شويه في التسويه زياده عن الخضروات التانيه. ونقلب. حطيت هنا بصل وجزر فقط، اول ما يتبلوا معانا هكمل عليهم بقى الخضروات اللي هي الفلفل وبقيه المكونات. والفراخ معانا اهي، انا برضو مش عايز تاخد لون، ولكن عايزها تبقى مستويه على الاقل 90% سوى. بعد ما تستوي هشوفوا هنعمل ايه دلوقتي بالراحه خالص، لان الموضوع بسيط ولذيذ وطعمه حلو، وانا متعمد ان احنا نعمل شويه حاجات كده لذيذه طعمها جميل وتعجبكم. بالراحه اهو، بنقلب الفراخ من كل الاتجاهات عشان خاطر تقفل المسام بتاعتها وتحتفظ بالعصاره بتاعتها جواها اهو. جميل كده، حلو قوي. وفي نفس الوقت الخضار بتاعي اللي هو البصل مع الجزر بدأوا يتبلوا شويه، نسيب الفراخ هنا تكمل، ونروح للبصل والجزر نحط بقى عليه الفلفل الالوان. تمام، لسه ما عندي حاجات لسه ما ضفتهاش خالص، وهي ملح فلفل بهارات وبقيه الحاجات اللي هي الكاري وكده. بالراحه نقلب. شايفين لون الخضار عامل ازاي؟ لون الخضار زي ما بنقول كده حي صاحي، يعني احنا بنقول عليه حي، يعني اما يبقى لون الخضار كده دايما الالوان زي ما هي صاحيه كده، يبقى ده صح، يبقى القيمه الغذائيه بتاعته لسه موجوده فيه، واحنا عايزين فعلا متعمدين ان اللون ده يفضل موجود معانا بالشكل ده. والفراخ بتستوي معانا، ونقلب بالراحه خالص يا جماعه، ما تستعجلوش عشان خاطر الفراخ تطلع معانا زي الفل. يا استاذه سحر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ انا بخير والله لما بسمع صوتكم، اهلا بيكي. انا بشكرك وبشكر الاستاذ كله والاعداد، الوجبه اللي انت بتعملها دي جميله جدا. كلهم بيشكروكي وبيسلموا عليكي، ربنا يخليكي يا رب. احنا بس طلبنا، انت عارف بقى احنا كستات كل يوم
نقعد نقول هنطبخ ايه بكره، هنطبخ ايه النهارده، السؤال المعتاد. يعني ايه كل وجبه جميله بتعملوها والاعداد مشكور وحضرتك، تعلنوا لنا قبلها بيوم احنا هنعمل بكره كذا. طبعا عايزين الوجبه يبقى فيها العناصر الغذائيه الكفيله، يبقى فيها المناعه، جهاز المناعه انت عارف طبعا حاجات وقايه حاضر عشان موضوع كورونا. من عينيا حاضر. كمان علشان الغلف، يعني تبقى حاجه مناسبه للاقتصاد بتاع الاسره. احنا بنعمل، بص هقول لك على حاجه يعني، وكويس ان انت اتكلمتي في الموضوع ده، لان انا بعمل لكل الطبقات، يعني بنعمل حاجه بسيطه جدا ومش مكلفه خالص، ونعمل ساعات كده كل فتره حاجه تكون غاليه شويه، يعني في ناس بتطلبها مننا، فعشان كده احنا بنعمل اكلنا لكل المستوى بتاع الطبقات، لكل البيوت المصريه، سواء كانت احيانا بنبقى عايزين ننزل نروح نخرج بره عشان ناكل اكله معينه كده بشكل معين، ممكن تكون مكلفه شويه، فانا بعملها لكم عشان تعملوها في البيت. انا بشكرك طبعا على اتصالك، وطبعا الاقتراح هايل، ان شاء الله ننفذه. الفراخ بدأت تخش في التسوية معانا اهي، كمية من الفراخ حلوة، وبعدين هستنى عليها برضو لغاية، انا قلت لكم تستوي على الاقل 90% اهو. يا استاذ اياد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحب حضرتك قوي يا سيدي. الله يخليك يا اياد، تسلم لي يا حبيبي، ربنا يكرمك. تأمرني. انا هسأل حضرتك عن عامل البيت. عينيا حاضر، هقول لك على البيتزا حاضر من عينيا. أبشكرك يا عياد على اتصالك، وهناخد كده هنا بقى شوية ملح، واحنا أصلا تبلنا الفراخ، وشوية فلفل صغيرين، ونروح هندي هنا بقى معلقة دقيق، معلقة واحدة بس عشان تعمل عملية الربط. نسيت أقول لكم بقى الربط بتاع أوروبا، يعني احنا قلنا مادة الربط بتاعت شرق آسيا هي النشا مع المية، لكن بتاعت أوروبا بتبقى حاجة اسمها روي، اللي هو زبدة ودقيق، يعني دايما الغرب بيربطوا بالزبدة والدقيق، علشان كده زي البشاميل كده. حطينا هنا، ننزل بقى بالبهارات، وعليها الكاري الباودر 4 معالق أو بقيت ال4 معالق، ونقلب كله مع بعضه كده. بعد ما قلبنا كله ننزل بالفراخ بتاعتنا، ونخليها تختلط معاها شوية عشان تاخد النكهات بتاعت الخضروات، وفي نفس الوقت كله يندمج مع بعضه. حلو قوي كده. استوت الفراخ، يعني فاضل لها كده دقيقتين بعد ما حطينا كل الحاجات دي كده بالراحه قلبناها، هننزل عليها بالمرق. هنحط الاول شويه المرق، وبعد كده ما عندناش مرق ممكن نحط ميه. ليه؟ لان اصلا القصة ببساطة، أحيانا كتير ما بيبقاش عندنا مرق، يعني أحيانا كتير قوي ما بيبقاش عندنا مرق، لكن إحنا عندنا مرق. أنا حاطه يسخن هنا في الميكرويف، هروح أجيبه عشان ما ياخدش معانا الوقت المطلوب، يعني تسرع في الأكلة شوية أهو. طيب المرق ده منين بقى؟ أنا كنت سالق فرخة إمبارح، ما برميش الشوربة بتاعتها، باخد الشوربة أحطها في التلاجة زي ما هي كده، وبعدين اشيل الوش اللي عليها بعدها بساعتين ثلاثة، واصفيها من الخضار اللي فيها واشيلها لما احتاجها. هزود بقى شوية مرق تاني، يعني انا بزود شوية بشوية لغاية ما يطلع معانا الخليط صح، السمك اللي انا عايزه، او الصوص بتاعنا يبقى السمك اللي انا عايزه اهو. ده استاذة امنية. صباح الفل والجمال على احلى شيف في الدنيا. تسلميني. حضرتك يا فندم عامل ايه؟ انا بخير والله، لما بسمع صوتك ربنا يخليكي يا امنيه. وحشنا والله، وحشنا صوتك والله يا فندم. يا رب يخليكي، تسلمي تسلمي يا رب يكرمك. انا كنت عايز اسال حضرتك بس على تنزل لي طريقه الفراخ المقرمشه، لان انا وجوزي رحنا امبارح عند كنتاكي 12 قطعه ب 220 جنيه وانا اتصدمت يا شيف. ضحكتيني. حاضر، من عينيا حاضر، هنزلها لك وهقول لك عليها دلوقتي حالا ان شاء الله. من عينيا، احنا كنا عاملينها قريب، ولو دخلت على صفحة الحياة هتلاقيها موجودة عشان تنفذها صح، بس أنا هقول لك على مقاديرها بالظبط. بصوا بقى، كل الحاجات بتاعتي بدأت تندمج، شايفين الصوص عامل إزاي؟ في الحالة دي بقى أول ما بيغلي بنزل عليه بكوباية الكريمة ونقلب. يبقى ناقص إن أنا أخلط عليه في الآخر المكرونة، وبألف هنا وشفا. وإحنا على بال ما يغلي غلوة معانا كده
يغلي معانا غلوه. هنعمل ايه بقى؟ هنروح نعمل مع بعض شويه سلط بسيط لذيذ طعمه هيعجبكم، مكوناته ابسط مما تتخيلوا. عندي شويه من المكرونه المسلوقه، اليوم كله مكرونه، قواقع، وكمان عندنا مايونيز، عندنا ذره، عندنا فاصوليا، عندنا زيتون، عندنا كل الحاجات الموجوده. عندي مكرونه قواقع، يعني انا مش محدد المقادير لان شويات اللي عندكم ممكن نشتغل بيها. مكرونه قواقع وذره حلوه وفاصوليا حمراء وفلفل الوان وبصل اخضر وزيتون وشويه من البقدونس وعصير عصير ليمون ومايونيز وكمان مستردة. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل حاجتين. هنقلب خلاص المكرونه كده او الفراخ بتاعتي استوت، هركنها على جنب كده ونروح نكمل مع بعض. زي ما قلنا الدريسنج بتاعنا عباره عن حوالي نص كوبايه مايونيز اهي، هنحط عليها المستردة وهنحط عليها عصير الليمون، مش محتاجين بقى نحط عليها خل ولا حاجه خالص ولا غير شويه ملح على الخضروات. شايفين انا قلبت اهو يا استاذه صفيه؟ ايوه يا شيف حسن، صباح الخير. اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. تسلم ايدك على كل اللي بتعمله. تسلمي لي، ربنا يخليكي يا رب. ايوه، والنبي انا ليا بس سؤال لحضرتك. اتفضلي يا فندم. ممكن تنزل لي طريقه فتت الفراخ بالزبادي؟ أو تقولها لي. حاضر، من عينيا من عينيا. حاضر حاضر من عينيا، هعملها لك حالا، هنزلها لك حالا. حاضر من عينيا. ونعمل حلقه ان شاء الله الاسبوع الجاي، هعمل طاجن شاورما. طاجن شاورما هتشوفوه برضو لاول مره، هيعجبكم جدا. حطينا المكرونه وعليها الذره الحلوه، فاصوليا الحمراء، ما عنديش فاصوليا حمراء، فاصوليا بيضاء، تمام اهو نسلقها بس. الفلفل الالوان، البصل الاخضر، عايزينها تبقى وجبه متكامله. ممكن نحط عليها شويه تونه لو حابين، تمام. قلبنا كله مع بعض اهو، كل الخضروات الاول مع بعض من غير ما نضيف عليها الدريسنج بتاعنا. وهناخد شويه ملح فقط هنا عشان الخضار بتاعي يبقى مع المكرونه يبقى متبل يعني، وطعم الملح باين فيه، تمام كده. طيب الفراخ المقرمشه هنجاوب عليها دلوقتي، وهننزل مقاديرها حالا دلوقتي على الهواء عشان خاطر تعملوها معانا. عندي فرخه مقطعها 8 قطع او 12 قطعه، واحط عليها كوبايه لبن رايب ومعلقتين خل ومعلقه توم باودر وشويه ميه بصل وكمان رشه حبهان صغيره ورشه بهارات وشويه قرفه صغيرين، واحطها فين؟ على جنب لغايه ساعه ساعتين ثلاثه اربعه. واجيب ثلاث كوبايات دقيق احط عليهم توم باودر وبصل باودر وبيكنج باودر وشويه كركم وشويه بابريكا وشويه من الملح والفلفل وشويه بهارات، واقلبهم كلهم مع بعض. واطلع الفراخ بعد ما قعدت معايا خمس ست ساعات في الخلطه الاولانيه، احطها في الدقيق، وبعدين بعد ما اغطسها في الدقيق ارفعها احطها في ميه، وبعدين احطها في الدقيق تاني، وافضل اغمرها في الدقيق لغايه ما تتشرب منه خالص. بعد كده يكون عندي زيت، احطها في الزيت، اول ما يصفر لونها اغطي عليها واوطي النار عليها، لان الفراخ نيه فانا محتاج تستوي. تستوي معانا قد ايه بقى؟ على الاقل ربع ساعه عشان ما تطلعش نيه من جواها، تمام. هناخد بس كده الخليط ده، خلاص كده شايفين كل المقادير معايا اهي، فلفل، ذره، فاصوليا، بقدونس وشويه ملح. الحاجه الوحيده اللي ما حطيتهاش هي الزيتون. وهنزل الدريسنج بتاعنا اللي هو المايونيز والليمون والمستردة، ونقلب كله مع بعضه تقليبه واحده كده او تقليبتين. ويستحسن ان احنا مثلا هناكل السلطه دي بعد نص ساعه، نعملها قبلها بنص ساعه. ليه يا شيف يسري؟ عشان كله يتشرب من الخليط ده، تمام. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. طب انت ما حطيتش الزيتون ليه يا شيف يسري؟ حط الزيتون، هحطه على الوش في الاخر خالص اهو. نجيب طبق الغرف، شويه خس صغيرين جواه، ونغرف كل الخليط ده واحده واحده كده في النص.
وفي الاخر نحط عليه زي ما قلنا الزيتون. يبقى انا عندي طبق لذيذ زي ما قلت لكم عايزينها تبقى وجبه كامله، حطوا عليها علبه تونه تبقى وجبه كامله رائعه. تمام. عايزين تحطوا على وشها شويه طماطم شيري، حطوا شويه طماطم شيري. انا بس حابب ان احنا كل الحاجات اللي احنا بنعملها تكون فيها نكهات وتكون فيها اطعمه مختلفه ويكون فيها حاجات لذيذه زي ما بتشوفوا معانا. احنا طبعا بنعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه، وزي ما قلت لكم طبعا انا عايز اقول حاجه بس، انا بقول لحضراتكم ابعتوا لي صور الوصفات اللي انتوا بتعملوها على صفحه الحياه تي في. حضراتكم بتبعتوها لي في رسائل خاصه على صفحتي الشخصيه، فهحاول اطلعها من على صفحتي واطلعها لكم ان شاء الله. جميل كده. اخر شويه طبق سلط يعني يستاهل بقكم، وفيه شويه بروتين نباتي روعه الروعه. ونحط الزيتون بقى كده توزيع، مش عايزين بقى يعني ايه غير ان احنا نفردها كده شويه وبالهنا والشفا. خلاص احنا خلصنا طبق السلطه، هركنوه على جنب. زي ما بقول لكم عايزين تحطوا عليه طماطم شيري تحطوا، ما فيش مشكله. يا استاذه اسماء. الو. اهلا بحضرتك. الو. 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 ايوه ما سامعك، اتفضلي. ازي حضرتك يا سيدي؟ الحمد لله بخير والله، نحمد ربنا. ما تحرمش منك على الاكلات اللي انت بتعملها والله يا شيف يسري. والله ربنا يخليكي، ده من ذوقك. تسلم تسلم ايديك بجد والله. الله يبارك في عمرك ويخليكي. تسلمي تسلمي. وتسلموا لي كل مشاهدين للحياه. اتفضلي. تعيش والله، ما تحرمش منك ابدا يا شيف. اتفضلي سامعك. بقول لحضرتك كنت بعمل الكيكه اللي هي السفنجيه بتاعت التورته دي. كم مره تبوظ مني؟ بيحصل ايه بقى؟ يعني انا بحط لها 9 بيضات. وهي ما بحط لهاش دهن ولا اي حاجه، بس بتهبط مني فجاه كده. لا ايوه 9 بيضات معاهم ايه؟ يعني كل المقادير؟ كل المقادير بحط 2 كوباية دقيق. و9 بيضات، بودر والفانيليا، و2 كوباية سكر. بس وبعمل بقى الخليط كويس. لا هقول لك، انا هقول لك. اولا السكر كتير قوي على الخليط، ادي اول حاجه. بتهبط يعني ولا بيجرى لها ايه بقى عشان اجاوبك على كل الاسئله دفعه واحده؟ تنشف مني خالص يعني. طيب خلاص انا هجاوبك دلوقتي. لو احنا بنعمل المقادير صح، مثلا نجرب في 5 بيضات، بلاش نجرب في 9 بيضات. هنحط 3/4 كوباية سكر مع 5 بيضات، وناخدهم كده بالراحة نقلبهم مع الخلاط بتاعنا أو العجان بتاعنا في المضرب لغاية ما يرتفعوا 3 أضعاف. في نفس الوقت بحط عليهم شوية فانيليا، وبعدين بركن ده على جنب، وأجيب كمان 3/4 كوباية من الدقيق، أحط عليها معلقتين كمان، وأحط عليها معلقة بيكنج باودر، وأنخلهم مع بعض. وبعدين بجيب الخليط بتاع البيض، انزل عليه معلقه واقلب من فوق لتحت، ومعلقه واقلب من فوق لتحت، ومعلقه لغايه ما اخلص كميه الدقيق بس من فوق لتحت عشان الهواء الموجود جوه البيض ما ينزلش معانا. جيب الصينيه بتاعتي، ادهنها ماده دهنيه، واحط فيها ورقه زبده، وادهنها تاني برضو ماده دهنيه، واصب فيها الخليط وادخله الفرن. كلنا او معظمنا اول ما بنشم ريحه الكيك بنجرى على الفرن نفتحه قبل الميعاد بتاعها. تاخد ميعاد قد ايه؟ في حاجات بتاخد يعني، في نوع بياخد 45 دقيقة، الكيك السفنج ده بياخد 35 دقيقة، احنا بعد 20 دقيقة مثلا أول ما بنشم الريحة ونلاقيها رفعت كده بنجري نفتح تقوم هابطة. ده الحاجات اللي بتهبط معانا الكيك. مش شرط يكون الفرن فيه مروحة، ده السؤال ده جالي من الكنترول، ولكن زي ما بقول الفرن بتاعنا يكون محكم. احنا بنسوي على درجة حرارة 180، ما يكونش الجوان اللي جوه ده مقطوع عشان ما يسربش الحراره. ادخل الكيك ما افتحش قبل 35 دقيقه، ما افتحش قبل 35 دقيقه. عايز اعرف استوى ولا لا، بجيب خلايه زي دي كده اهي، وبعدين افتح الفرن. بعد ما افتح الفرن اقوم حاطط فيها كده، طلعت شوائب يبقى لسه ما استوتش، طلعت نظيفه يبقى استوى. ما اجريش بقى اقوم فاتح الفرن ومخرجها على الرخامه بتاعتي ودرجه حراره الرخامه 20 25 درجه تقوم هابطه معايا، لا خالص. بعمل ايه؟ بقوم جاي فاتح الفرن كده
عشان تعرفوا بس الطريقة المثلى. أطفي الفرن خالص وأقوم فاتح وحاطط معلقة خشب كده بعد ما طفيت، بعد ما طفيت الفرن. الحركة دي بتعمل إيه؟ بتخلي الهواء السخن يطلع وهواء بارد يخش، وأسيب الكيك جواه لغاية ما يبدأ يبرد معايا خالص ويطلع معانا زي الفل. طيب إحنا عملنا المكرونة، أنا هاخدها أغرفها دلوقتي في الفاصل عشان ما نضيعش وقتكم، ولكن هستأذنكم ناخد فاصل سريع. بعد الفاصل هنكمل مع بعض ونقول لكم كل اللي عملناه، سلطة تحفة وكمان نوع من أسماك روعة الروعة، ونوع من المكرونة بالفراخ بالكاري يا رب تعجبكم. كل ده هنشوفه إمتى؟ بعد ما نرجع من الفاصل. أوعوا تنسوا إن أنتوا تتفرجوا علينا على قناة الحياة برنامج مطبخ الحياة، ولكن بعد الفاصل.